خلينا نروح لميرنا نصبح عليها ونتعرف منها على اخبار الشوارع والمرور. صباح الخير عليك يا ميرنا. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا جمانة. وخلينا نستعرض احوال المرور خصوصا ان احنا في بدايه الاسبوع وناس كتير عايز تعرف اذا كان الدنيا زحمه او الطريق يعني اخباره ايه. صباح الخير عليك يا ميرنا، اتفضلي. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. خلينا نبدأ بشارع رمسيس واللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية، وهنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم وهناك هنلاقي برضو كثافات نسبية، ونروح عند كوبري الجلاء واللي هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار فيه كثافات نسبية هتبدأ وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. كمان عند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات. أما في الجيزة فخلونا نستعرض هناك الحالة المرورية. شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وفي شارع الهرم الرئيسي أيضا بيشهد تباطؤ في حركة السيارات وده بسبب غلق الطرق. كمان في تقاطع مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية، وأيضا كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. خلونا دلوقتي كمان نروح لمحافظة أسيوط ولا يكون قدام مستشفى الجامعة بتشهد سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. كمان خلينا نكمل جولتنا المرورية ونروح للإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان واللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. أما دلوقتي فخلينا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ولسه في نشاط للرياح على بعض المناطق وشبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتسجل 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان واللي هتسجل 39، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح واللي هتسجل 30 درجة. خلينا نتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.